والحديث أكثر عن الموضوع تنضم لنا في الاستوديو اختصاصية الأمراض الجلدية الدكتورة فيكتوريا عنيني. صباح الخير. صباح دكتور. دكتور. دكتورة بداية، كيف تعرفين مرض الذئبة؟ مرض الذئبة الحمامية هو مرض جهازي، يعني بيصيب كل أعضاء الجسم، وهو مناعي لأنه المناعة بالجسم بيصير في خربطة فيها، بدل ما تهجم على الأجسام الغريبة أو على الفيروسات والبكتيريا تهجم على أعضاء الجسم مثل الجلد مثل الدماغ مثل القلب والكلى. فهذا هو مرض جهازي مناعي. أوكي. طيب دكتورة، بما أنه مرض جهاز المناعة عندنا، فهل هو معدي؟ لأنه كثير من الناس دائما مجرد صح بيخافوا أنه ممكن هو مرض ينعد. غير معدي، هو مؤذي لحامل المرض فقط، فهو غير معدي للأعضاء للناس اللي بيعيش معهم، بس هو عندهم تأهب وراثي. فإذا في بالعائلة حدا عنده ذئبة حمامية، في كثير تأهب أنه للأولاد أو للأحفاد يكون عندهم استعداد جيني وراثي. طب دكتورة، كيف بده يعرف المريض أنه معه مرض الذئبة؟ يعني ذكرتي أعراض هي يعني شائعة، يعني ممكن الإنسان يطلع له شوية أحمرار على الجلد أو في شوية وجع، كيف ممكن يتأكد؟ شو الفحوصات المطلوبة؟ هو شوي تشخيصه صعب، بس بيكون في عدة علائم. هي أكثر علامة هي الشكل الفراشي، فنحن دائما متى ما شفنا حالة احمرار بشكل فراشي على الأنف والوجنتين دائما نطلب تحاليل عامة، وبعدها من بتكون في أعراض متكاملة، فهي مجموعة أعراض مع مجموعة ظهور طفح جلدي كلها لحتى نوصل لتشخيص، لأنه هو تشخيصه صعب، هو ما شغلي وحدة، ما تحليل واحد لحتى نوصل لتشخيص الذئبة الحمامية. فالفكرة أنا أي مريضة بتجي لعندي عندها فراشة الأحمرار نطلب لها تحاليل دموية، وبعدها ننفي، لأنه أحيانا وردية الوجه بتعطي هذا الشكل نفسه، فنتوجه لما يكون في احمرار على شكل فراشة حول العين نطلب تحاليل عامة، وقتها يا بننفي يا بنثبت الذئبة الحمامية. طيب دكتورة، هل كل الناس المصابين الذئبة بالضرورة أنه تطلع عليهم هذه الأعراض؟ يعني هل كل الناس حيكون في عندهم طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه، أو ممكن يكون هو صامت أو أحيانا يعني مش موجود؟ أحيانا بيكون صامت الأعراض. أحيانا بتجي هجمة وبتغيب، فهو مخاتل، يعني ما بتطلع الأعراض بشكل دائم، فهو مرض مزمن، يعني أحيانا بيضل مع الشخص 40-50 سنة، فهو ما دائما الاندفاع بيكون دائم، ما دائما الأعراض الجهازية بتكون دائمة، بس هي بتتفاوت. يعني ممكن يكون الشخص متعايش مع، بيكون متعايش وبعدين فجأة مثلا بيتعرض لشمس قوي أو بياخد دواء بيحرض له ظهور الذئبة الحمامية، بيكون مرض كامل. يعني مثل مرض الأكزيما كمان الشخص بيتعايش معه يمكن ويعيش فترة طويلة بدون ما يكتشفه. بس نحن لما بنشخصها فمننبه الشخص أنه ما يتعرض للعوامل المحفزة للذئبة الحمامية عشان ما تجي هجمات أقوى. طب مين الأشخاص الأكثر تعرضاً لهالمرض؟ يعني الأشخاص يمكن تقليل الأشخاص الجلدون يتعرضوا للشمس أو البيض أو هو الاستعداد الوراثي مثل ما حكينا، إذا حدا بالعائلة هو بيصيب النساء، يعني تقريباً كل 10 مرضات 9 نساء واحد شاب، اللي بيصيب كمان الأعمار من 15 أكثر شيء لل 45، فهو بيظهر الأول حالة بهالعمر. هل في مسببات غير المسببات الوراثية معروفة اليوم مثلاً للذئبة؟ التعرض للشمس بشكل صاعق يعني فترة طويلة، في أحد الأدوية مثل أدوية الصرع أحياناً بتحرض، يعني بيكون واحد عنده تأهب وراثي بيجي الدواء بيشربه مثل دواء أو يطلع عندهم الحمامية، بالإضافة أحياناً الصدمة النفسية أو الإجهاد الشديد، فبيكون عنده شخص استعداد فبتظهر الهجمة الذئبة. بما أنه ذكرتي هو مرض من أنواع الأمراض المناعة الذاتية، هل إذا نقصت مناعتنا وكان عندنا التندنسي أنه يصير معنا الذئبة ممكن ما تظهر هو الأعراض؟ مثل ما حكينا هلأ، لما التعرض الشديد للشمس الإجهاد تنقص المناعة، وللأسف مرض الذئبة الحمامية كمان بيكون الشخص مناعته تكون ضعيفة، فبكون تعرضه للإنفلونزا والإصابات البكتيرية أسرع. يعني هي علاقة مضطردة هيك بين بعض، فبكون الشخص جسمه ضعيف شوي. يكون نعم. طيب أنت ذكرتي دكتورة أنه تشخيص المرض صعب، صعب تشخيص هذا المرض، هل يتعلق بأنه الأعراض بتكون شائعة وغير واضحة، أم أنه مثلا الفحوصات الطبية الموجودة اليوم ما بتقدر تدل على وجود هذا المرض بسهولة، فبالتالي كيف يمكن تشخيصه؟ يعني شو الإنسان يجب عليه أن يعمل
من فحوصات حتى يتأكد من سلامته؟ الفكرة أنه هو لما تطلع أعراض مثلا إحمرار بالوجه وقتها بنضطر نعمل تحليل ترسب كريات الحمر اللي هو بيدل أنه في عندنا التهاب بالجسم. بس هذا التحليل هو عام مثل ما قلت هي الأعراض شائعة. نجمع العلامات عنده شكل فراشي عالي، عنده سرعة تسفل الدم مرتفعة اللي هي بتظهر بأغلب الحالات الانتانية أو الالتهابية بالجسم. منحلل مثلا عنده مشكلة، أهم شيء تحليل البول لأنه تحليل الكلى أنه في عنده مشكلة بالكلى، بالإضافة لأعراض كلها عامة تعب عام، فمنوصل لتشخيص الذئبة الحمامية. طيب ممكن يكون مرض الذئبة خطير؟ هو على المدى الطويلة خطير لأنه بيأذي الكلى، بيأذي القلب، بيأذي الصمام التاجي، بيأذي الشريان التاجي، بيأذي الدماغ. فعلى المدى الطويلة أحيانا إذا ما كان مسيطر عليه بيوصل للوفاة. أوف. يعني مدى طويل بس أعرف على المدى الطويل. بس أحيانا إذا إجت هجمة حادة وما كانت مسيطرة أحيانا الشخص بيوصل لتوقف الكلى. لا قدر الله. طيب قدر حتى الله. لا نوصل لهذه المرحلة دكتورة، شو هي طرق التعامل مع مرض الذئبة بما أنه هو مرض مثل ما ذكرتي طويل الأمد؟ طويل الأمد. أول شيء توعية المريض أنه ما يتعرض للشمس فترة طويلة، نذكر له الأدوية اللي بتحرض تجي الهجمات، بالإضافة لرفع المناعة، الغذاء المتوازن، الحياة الصحية، بالإضافة الحياة النفسية الصحية كمان أنه هاي كتير بتأثر، بالإضافة ليأخذ الأدوية اللي بتثبت الاضطراب المناعة اللي صار مثل أدوية الالتهاب غير الستيرويدي يعني غير الوقاية أو تجنب المحفزات، هل في علاج له اليوم معروف؟ هي للأسف علاج كامل لا يوجد، بس في عنا علاج ملطف، فهو لازم دائما يكون تشخص عنده بشكل مثبت عنده ذئبة حمامية، طبعا يكون عنده طبيب مستمر لمدة سنوات يعني 20 كل حياته، فبده يضل يراجع الطبيب مشان يضبط له الأدوية اللي عنده ويضبط له الأعراض. نحن أدويتنا كلها بنعطيها لنسيطر على الأعراض اللي عم تصير معنا بالذئبة الحمامية. يعني مش للشفاء بس للسيطرة، للسيطرة على الأعراض. يعني بده يتعايش المريض مثل مرضى السكري، مرضى مرض مزمن. بس حاليا في أدوية بيولوجية عم تطلع حديث، في احتمال نوصل لمرحلة انه شفاء تام ان شاء الله. طيب هل ممكن للطب البديل انه يعالج الذئب؟ في أطباء ضد الطب البديل، في أطباء مع، أنا من ناحيتي مع بس ضمن سيطرة. يعني هو الطب البديل إنه نرفع مناعة الجسم منا الحجامي منا الإبر الصينية، هي بس إذا انعملت عند أشخاص مدربين، عند بالإضافة للتعاون مع الطب التقليدي. فالطب التقليدي والطب البديل هو متكامل، بس ما واحد بينفي الثاني. فاللي حابب يعمل علاج طب التكميلي ما في مشكلة، بس يكون تحت إشراف الطبيب بالإضافة للتعاون مع نوعين العلاج، لأنه الطب التكميلي معروف هو بيرفع المناعة فكمان هو بيفيد. طيب دكتورة ذكرتي أنه في أدوية حاليا هي تحت الدراسة عم بيطلعوا عليها ربما العلماء في احتمالية أن تكون علاج شافي لهذا المرض، شو آخر الدراسات بموضوع مرض الذئبة؟ إلى أين وصل العلاج؟ يمكن ما دور العلم الحديث والتقنيات والتكنولوجيا اليوم دخلت في كل مجالات بالطب كذلك، فهل إلى دور ربما بالوصول لعلاج شافي؟ هل تراهنون كأطباء على دواء معين؟ إن شاء الله، لأنه هلأ حاليا آخر 5 سنين طلعت الأدوية البيولوجية وتقريبا كل شهر شهرين بنزل دواء، بس كلها تحت الدراسات. مشكلتها بس أنه أدوية أسعارها غالية، وفي إن شاء الله في علاجات لكل الأمراض المناعية بالأدوية البيولوجية اللي هي بتنظم. شو هي هذه الأدوية؟ الأدوية البيولوجية هي اللي بتنظم الآلية المناعية، لأنه نحن الأمراض المناعية منا الذئبة الحمامية بتهاجم، بتصير خربطة بالجهاز المناعي، بتهاجم الجسم، أنسجة الجسم مثل الرئة مثل الكلى مثل الجلد. فنحن لما بنجيب هدول الأدوية البيولوجية بتنظم هاي الحالات المرضية. بس هاي الأدوية حاليا كلها عليها دراسات، بس مشكلتها أنها غالي شوي. مثل أي شيء في بدايته. في بدايته وبعدها، بس ان شاء الله في اكيد في امل. يعني دراسات مبشره، وخصوصا مش بس لمرضى الذئبه، يعني يمكن لكل الامراض المناعيه واللي هي شيء كثير صعب انه يتعايش مع المريض. طيب اذا الوالدين معهم مرض الذئبه او احد الوالدين معه مرض الذئبه، الاطفال لازم دائما مراقبه يورثوا؟ لا ما دائما، هي بيصير تاهب وراثي بس ما وراثي يعني دائم، يعني ما ضروري اذا كان احد الاهل يكون الولد معه، بس بيكون مؤهب ليصير عنده. طيب
إذا ما ظهرت الأعراض ممكن نعمل تحليل استباقي تنعرف؟ لا للأسف لا يوجد تحليل استباقي ولا يوجد تحليل للأجنة أو للوليد يعني للطفل. في أمراض فينا نشخصها من قبل ما بيخلق الطفل، في أمراض لا. طيب دكتورة، هل بتشوفوا أنه في المنطقة زادت ربما أعداد الأشخاص اللي عم بينصابوا بهذا المرض أو الحاملين لهذا المرض، وليش برأيك؟ هو الأكثر لا زاد تشخيصه يعني بسبب تطور العلم والتوعية والناس عم يحللوا ويعرفوا شو معهم، فزاد تشخيصها، فزادت بتفكروا زاد نسبة حدوثها، هي زاد تقييم الحالة بالمجتمع. يعني كانت قبل لا تشخص، لا تشخص، أو شخص يقول عندي شوية حمار بالوش، ما يدقق، طفح جلدي، عندي تعب عام وما يعرف. طب شو نصائحك دكتورة لكل المرضى يلي معه المرض؟ اهم شيء يهتموا لحالتهم النفسيه، لحياتهم اليوميه، لانه هو مرض مزمن بيتعايش مثل مرض السكري، مثل اي امراض مزمنه. اذا قدرنا نسيطر عليه بيمر بشكل سليم، لانه في حالات هجوع عشرات 20 سنه بدون ما تجي اي هجمه حاده. دائما يعمل تحاليل دوريه، متابعه الطبيب اللي هو مستمر على ايده، وما يلحق الاشاعات او مثلا يقولوا له هذا الدواء يعني. فهو بس اذا تحسن حالته النفسية وغذاء الصحي فينا نسيطر عليه. شكرا لك ولكل هذه النصائح والمعلومات، كمان اختصاصيات الأمراض الجلدية فيكتوريا عنايني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.